النداء او الرساله للشعب التيسمسيلتي خاصه والشعب الجزائري عامه، يعني بخطوره هذا الوباء والمرحله اللي راه تعيشها الجزائر في هذه الفتره، يعني اللي زادت الارقام وضخمت الامور، وهذا نظرا ل يعني عدم الامتثال، ومدى بينا حنايا المواطن الجزائري هو اللي ساهم في مكافحة هذه الوباء بارتداء كمامة، الوقاية، الحجر، وهذا الشيء يعني راجع إلى الإيمان. يقول لك الإيمان شطران، شطر نصف صبر ونصف شكر، يعني لازم الإنسان يصبر. راجعتنا هذه المحنة، الإنسان لازم يصبر، ويعني هذا قضاء الله وقدره، نصبر يعني أمور بسيطة، ماشي يقولوا بان نقضوا على هذا المرض، عندنا كمامة، الوقاية، الحجر، ونرجو من الله إن شاء الله يرد علينا هذا الوباء. وشكرا. كم يكفينا من عدد إصابات، وكم يكفينا من عدد وفيات باش نتعظ؟ شحال يكفينا من عدد موتى وعدد نتاع إصابات باش نتعظوا؟ ولماذا لا يعني نقي أنفسنا قبل الكارثة؟ فكنت تشوف وضعية المنظومة الصحية اللي عندنا تعبت شوية جراء يعني الضغط الرهيب اللي راه موجود عليها في هذه الآونة. هم مشكورين على ذلك، ومن هذا المنبر يعني نوجه لهم يعني شهادة افتخار واعتزاز، ونعطوا تحية كبيرة ليهم ولكافة الأطقم يعني راه تقوم في مجهود كبير يعني على مستوى المستشفيات. فنقول لهم ارحموا انفسكم وارحموا الناس اللي راهي تعبانه، وارحموا الاطقم الطبيه هذه يعني اللي كاين هناك اطباء يعني تجاوز يعني 3 شهور ما شافش الوالدين تاعو، ما شافش اهله. فماذا بينا احنا نتراحموا، وحنا كمسلمين يعني نعرفوا عندنا العقيده نتاعنا يعني توصينا على نفسنا، معناتها الانسان ما يديش بنفسه الى التهلكه وما يهلكش نفسه ويهلك غيره، والا كيفاش نقدروا نقولوا عليه بالانسان مسلم. فلهذا انا من خلال هذا المنبر يعني نوجه نداء يعني كذلك الى كافه يعني الفعاليات انه يزيدوا يعني يقوموا مبادرات اكثر من اجل التحسيس والتوعيه. احنا رانا في جمعيه الاصلاح ايضا يعني ثاني استنزفت يعني كافه القوى يعني على مستوى المؤسسات الهيئات الرسميه ولا المدنيه ولا التطوعيه. فلهذا نداءنا لكم يعني احنا كمجتمع مدني انه توخوا الحذر، الحيطه والحذر مطلوبه جدا. وسائل الوقايه ولا اجراءات الوقايه من تباعد وارتداء الكمامه في المواقع الحيويه ولا المواقع يعني المكتظه بالمواطنين اصبح من الضروري جدا، لانه نهار اللي تكثر عدد الاصابات بمعنى تولي معرض للخطر اكثر من اي وقت مضى. يعني كما يعني شفناكم في تضامنكم، كما شفناكم في وعيكم المنقطع النظير في الايام الاولى، كما شفنا يعني وعيكم خلال هذه السنتين يعني سواء وعي سياسي ولا وعي كما احنا نقولوا عليه حضاري، ماذا بينا ثاني يكون عندكم وعي صحي انكم تتقوا انفسكم ووالديكم وذويكم والمواطنين وبلدكم يعني خطر هذا الوباء. المرجو من سكان الولايه بصفه خاصه والجزائر بصفه عامه الاحتياطات والاخذ ب يعني تدابير الوقايه، لعل وعسى نسال الله تعالى ان يرفع عنا هذا الوباء. وكما نشكر يعني في الاخير قناه النهار على مبادرتها هذه يعني في هذا اليوم المفتوح، وبارك الله فيكم وربي يجازيكم ان شاء الله. مرض على بالك بلي هذا مش سهل، والحصيله هذه اللي طلعت تاع الوفيات وتاع المرضى مش حاجه سهله. يا سيدي تك تقول الكمامه ضرتني، الكمامه ضرني، ما ديرهاش، دير هنا الكمامه هنا في النص، ادخل دير الكمامه طلعها لفوق اشري واخرج، ما تسلمش ما تخمش. كنا نشوفوا احنا الناس راها تخمس وتسلم تقولوا عاديه، شو باغي نقول لك؟ احنا نقولوا الله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله والبلاء.